موديل ميدي بيديك يا جماعة من شركة يانسن، سوست منفصلة، ده موديل كويس جدا 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 وعليه طلب كبير عشان فيه ميموري فوم ارتفاعه 27 سنتي. تعالوا بقى اقول لكم على سعره كام قبل العرض وبعد العرض اللي نازل من شركة يانسن. كله يلحق يشتري يا جماعة عشان خاطر العرض قرب ينتهي، ماشي؟ فاقول لكم دلوقتي على الاسعار قبل الخصم في كل مقاساته وبعد الخصم، عشان برضو لو انت بتشتري او عايز تشتري يبقى انت عارف السعر قبل وبعد الخصم عشان تقرر قبل ما تنزل. اول ارتفاع فيه موديل مقاس متر، ده سعره قبل العرض عامل 7660، بعد العرض عامل 630، ده طبعا عرض كويس جدا من شركة يانسن. مقاس 120 عامل 990، بعد العرض عامل 7350، مقاس 140 قبل العرض عامل 10720، بعد العرض عامل 8380، مقاس 150 عامل 11490، بعد العرض عامل 990، مقاس 160 12250، بعد العرض عامل 9800، مقاس 170 1320، بعد العرض عامل 10420، مقاس 180 13790، بعد العرض عامل 11000. أسعار طبعا تحفة جدا والله. مقاس 200 في 200 ده أكبر حاجة عامل 15 ل 320، بعد العرض عامل 12 250. ده طبعا دي يا جماعة كل المقاسات اللي أنا قلت لحضراتكم، ده مقاسات اسمها ستاندرات، بمعنى إن هي بتكون متاحة، بس أي مقاس غير كده ده بيتعمل عادي بس اسمه سبيشال أوردر، لازم حضرتك تبلغ بيه وبيتعمل لك أي مقاس. يعني سواء مثلا دلوقتي إحنا ما قلناش مقاس 130، بس مقاس 130 بيتعمل عادي. طلبنا مثلا مترين في مترين، ممكن حضرتك تكون عايز مرتبه مقاس مترين في 230 مثلا، او 180 في 210، الحاجات دي كلها يا جماعه اسمها سبيشال اوردر، بتتعمل عادي بس حضرتك لازم تطلبها، بتتعمل باسم حضرتك بالطلب. جميع المقاسات بتنطلب، واي مقاس طبعا مش نمطي، يعني مش مقاس نمطي، بيتعمل وبيتعمل له سعر، بيبقى سعره مختلف عن عن الاسعار دي. فحضرتك حابب بتسال وتسيب لنا المقاس اللي حضرتك عايزه، واحنا بنرد عليك وبنقول لك على السعر لحضرتك عايزه، تمام؟ العرض ده يا جماعه فتره مؤقته وهيتشال، فطبعا انا شايف من وجهه نظري ان هو عرض كويس جدا، عشان اول مره يبقى في عرض في الشركه بالخصم ده، فعلا ما حصلش قبل كده. فلو اي حد عايز يشتري مراتب ده افضل وقت تشتري فيه، ماشي؟ عشان العرض خلاص فاضل له كام يوم، يعني تقريبا اسبوع وهيخلص. فانت حضرتك ممكن تحجز او تستلم شغلك او ما تستلمش، المهم تحجز فتره العرض. يا ريت يا جماعه نشير الفيديو عشان اي حد عايز يشتري مراتب الفترة الجاية يلحق يستفيد بالعرض، طبعا هيوفر معاك كتير جدا جدا جدا، تمام؟ استنونا بقى في الفيديوهات الجاية هنديكم بقية المقاسات بتاع انجلندر ويانسن، برضو اسعارها قبل العرض وبعد العرض، عشان خاطر نعرفكم ونفهمكم كل حاجة. دعمونا دايما بلايك وشير واشتراك في القناة عشان نقولكم على كل جديد. تحياتي لكم جميعا، ابراهيم مكاوي، شكرا.